سيد إمام من أيام يحيى الوطن، ده الرجل الكبير كان جول مصر، وأنا كنت معجب بيه جدا. أنا أصلي قديم يعني بتفرج من زمان، ويحيى الوطن ده كان أساس يعني في جول مصر. هي عيلة كروية، هم يفهموا في الكورة كويس أوي، وكان قمة من الأدب بالنسبة اللي أنا أعرفه أوي كابتن محمد أمام. عائلة إمام يعني الحقيقة طول عمرنا بنحترمهم وبنحبهم من أيام أنا طبعا ما لحقتش الكابتن الكبير يحيى أمام، لكن لحقت الكابتن حمادة أمام. والحقيقة إحنا كلنا بنحبه لأنه إنسان محترم وهادئ الطبع وأخلاقه عالية، وشفنا الحقيقة في حازم ابنه نفس الأخلاق العالية. وإحنا بنشكرهم جدا جدا، وبحب أنه يعني أوجه شكري الخاص، وأتمنى أنه الجماهير المصرية عامة يعني توجه لهم شكر لما قدموه هذه العيلة المحترمة الكروية. يعني يمكن يكون احتمال يعني أبا عن جدا، فليهم الشكر الجزيل. الحقيقة عيلة إمام اعتبارا من اللي هو يحيى إمام مرورا بالكابتن حمادة إمام انتهاءا بحازم إمام، الحقيقة أثروا الحياة الكروية إثراء شديدا. اللي بيخلي الجمهور يحبهم أولا هم بيحبوا اللعبة اللي بيلعبوها، وبيلعبوها بيتفاءل يعني بيبقى لها بإخلاص، وفي الوقت نفسه أخلاقه تخلي الجمهور تحبه. احنا كجماهير للنادي الأهلي بنعشق عائلة إمام لحاجتين، أولا تميزهم في الساحة الكروية، الحاجة التانية إنهم يعني يمتلكون من الأخلاق والقيم والمبادئ اللي حببت الجمهور الأهلي، جمهور الأهلوية كله في عائلة إمام. بالنسبة لمبادئ النادي الأهلي اللي احنا بنتشرف بيها واللي احنا بنطبقها علينا احنا كجمهور كمان، ان احنا بننبذ التعصب، فاحنا بنحب العيلة دي فعلا رغم انها زملكاوية. فالعيلة دي أثرت في الرياضة المصرية ولها علاقات راقية جدا مع مختلف الأندية المصرية ومختلف الجمهور المصري.